فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أذهب إلى تاجر وأقول له اشتري لي هذا البيت أو هذه السيارة ثم أشتريها منك على طريقة الأقساط؟ لا، ما هذا معناه أنه شراها لك مهب له وسلم الثمن عنك قرض بزيادة، ما يجوز هذا. لكن إذا شراها له وتملكها هو ثم إن شاء باعها عليك وإن شاء باعها على غيرك فلا بأس، أما أنه يشتريها لك ويسلم ثمنها هذا معناه أنه أقرضك ثمنها بزيادة، هذا حرام. نعم.